وللمزيد ينضم إلينا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، بعد التحية، كيف تابعت هذه الزيارة المهمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتناولهما لبعض الملفات وعدد من الملفات الاقتصادية التي تهم البلدين وبالتالي تهم المنطقة العربية بأسرها؟ يعني طبعا دعونا نتفق على ان العلاقات المصريه السعوديه يعني نؤكد عليها انها علاقات راسخه، ونقدر نقول عليه نموذج للعلاقات العربيه او نموذج يحتذى به في العلاقات التجاريه والاقتصاديه العربيه. طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان يعني يمكن حجم التجاره بين مصر وبين المملكه العربيه السعوديه في تطور مستمر، حتى ان مع سنه في عام الجائحه ان كان حجم التجاره وصل ل 4.2 مليار دولار، ارتفع في عام 2021 ل 4.3 مليار دولار. كمان يعني يمكن نقول ان مصر دوله تصدر جيدا الى المملكه العربيه السعوديه، بتصدر مواد بناء واجهزه كهربائيه واجهزه هندسيه ومواد بناء وكيماويات وخضروات وفواكه وخلافه، بالاضافه على ان طبعا يمكن نقدر نعتبر ان المملكه العربيه السعوديه هي ثاني اكبر مستثمر داخل الدوله المصريه، بالاضافه ان التعاون التجاري بين مصر وبين المملكه ليس فقط على مستوى التجاره السلعيه، ولكن حتى ان في مستوى تجاره الخدمات. طبعا احنا بنتكلم عن مشروع ربط كهربائي كبير بين مصر وبين المملكه، طبعا بيعود بالفوائد على الدولتين، ان كانت يعني ما تم توقيع اتفاقيه الربط الكهربائي كنا بنتكلم تقريبا في 3000 ميجا وات يتم تبادلهم بين الدولتين في وقت الذروه، بالاضافه طبعا ان يعني المملكه العربيه السعوديه من الدول اللي كانت بتقف مع مصر في الظروف الصعبه. ما نقدرش ننسى ال 3 مليار دولار وديعه في البنك المركزي اللي تم اضافتها مؤخرا، بالاضافه الى تمديد الودائع السابقه في وقت الازمات اللي مرت بها مصر. كمان طبعا نحن المملكه العربيه السعوديه لديها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو سادس أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بقيمة أصول تقترب من 600 مليار دولار، كانت وعد بضخ استثمارات في الدولة المصرية تقترب من 10 مليارات دولار. طبعا يعني عايز أقول إن يعني في مشاريع كثير أو في استثمارات كثيرة يعني تخص الجانب السعودي في مصر في عدد كبير من المجالات والقطاعات المختلفة. نعم، الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.